استاذ حسام، شو الطريقه الصحيحه بالدراسه لحفظ المواد بطريقه يسهل تذكرها؟ استاذ حسام، كيف ممكن اخفف من توتري بالامتحان؟ استاذ حسام، انا ما تاسست في مواد العشاء، بدي انجح في التوجيه، ايش ممكن اعمل؟ استاذ حسام، شو الطريقه الصحيحة؟ من الجميل أن ننجح ولكن الأجمل أن نتفوق، ومن الجميل أن نتعلم ولكن الأجمل أن نطبق ما تعلمنا. برنامج الأوائل، برنامج يناقش جميع القضايا التربوية والتعليمية ويساعد طلاب التوجيه على تخطي مرحلة الثانوية العامة بكل تميز وتفوق. كونوا معي أنا الأستاذ حسام عواد في برنامج الأوائل على فضائية اليرموك. أستاذ حسام، شو الطريقة الصحيحة بالدراسة لحفظ المواد بطريقة يسهل تذكرها؟ أستاذ حسام، كيف ممكن أخفف من توتري بالامتحان؟ أستاذ حسام، أنا ما تأسست في مواد العشاء.